اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هاي 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 هاي، اهلا اهلا بالعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير الحمد لله. فدلوقتي انا كنت بغني من شوية العيد عشان احنا طبعا في رابع يوم عيد. ايه لاجل
بس. يا لهوي. العيال كلها بتزغرط يا جدعان، العيال كلها بتزغرط واخدين كده، واخدين العيال كلها بتزغرط. يلا يا طيارة راحت فين؟ اتأخرت. ايه ده؟ ايه ده؟ بس عشان تيجي تاني. يلا مش هتيجي ولا لا؟ طب الحمد لله الأسعار رخيصة شوية اهي. لما خلينا ناخد ده عشان عطلت شوية. يا نهار ابيض رواه ولا بقى. يا نهار اسود باللي جاب البوت ده. ايه ده؟ كلنا يعني بص في خلصت. طب تجرب تخش انهي ماب؟ الماب دي خرافيه لا، والاسعار الغاليه بقت اسعار خفيفه تافهه جدا. لا وايه تدلع ها؟ اسم الماب ايه؟ هي اللي قدامك. ثاني اللي قدامك هي دي اللي قدامك. دي ماشي. ايوه انا عندي بتاع شخصيه سنومان. ماشي خليك فاكر. ماشي خد بالك وفاكر. لا انت ضدي عن فخر. دخلت انت فين؟ انت فين؟ مين اللي رمى الغاز ده؟ انت دخلت تمام دي بلك. انت دخلت نمنا
عندي الطريق ب50. ايه ده؟ انت بتلعب معانا؟ طب معلش، يلا معلش. شفتك. ايه ده؟ لا نلعب على ثانية. ليه؟ لا دي حلوة. عايز احنا الاثنين نلعب 1v1. 1v1 يا عم، 1v1 اصعب منها. اللي انت ليه خرجت من البارتي؟ خلاص بقى جانا نخرج يا جدعان عشان بجد زهق. يفضل ايه؟ انت كنت موجود؟ ولا حاجة. يلا بينا. طب يلا بينا نروح نلعب، يعني نطلع من المام ديت ونحن نلعب 1v1. احنا نلعب 1v1 بوني كيوي دي. انت لسه عم تلعب فيه يا ابني؟ انا ايه؟ انت لسه بتلعب في الماب ديت؟ Did you have fun in the last game? محمد اي فورتنايت كانت بتقول لي انت استمتعت بوقتك؟ ايه ده بقى؟ تفضل تدخل تخرج تدخل تخرج. يا ابني ارحمني، يا ابني ارحمني. يلا انا عملت كرييتيف. الو استقبل. الو اخرج. ماشي نلعب بعد وقت احنا الاثنين ضد بعض. ماشي. بس سؤال، ايه انت كنت بتقفل وبتفتح ليه في البارتي؟ كنت بعمل حاجة حاجة وهي كانت ايه؟ عموما
عموما انت عارف نامي؟ انا عارف واحد. انت بتعرف الباب بتاع دي وان في وان؟ لا انا بلعب نام دي ولا بتاعتي ولا بتاعتك. ايه؟ طب ثانية واحدة، ينفع اغير بالاكس عشان طويل قوي؟ لا سيبه سيبه، ما هو طويل قوي يقدر يجيب مسافات شوية. ديت؟ لا مش طويل. فوكس فايت. طب ليه طيب؟ وزون وور ديت اصلا ما بعرفش العبها. لا فيها بوكس فايت وزون وور. يا لهوي الاثنين، الاثنين في 2 ب 4، الاثنين في 3 ب 6. طيب يلا ندوس ستارت. ده الكريتور دوت واجدوا لك جلد. جلد جلد جلود. يا انت بتبني كتير قوي كده ليه؟ لازم كنت ايه؟ كنت دمشتك بس كانت ناقصلك تكه واحده وتموت. جبتها ازاي دي؟ مش قوي. ما انت اكيد جبتها هيد شوت، عشان الهيد شوت بتجيب قويه. لا بتاع ده بحبها جدا. انت فين؟ طب ثانيه واحده، عشان اول ما انا غصبان توقع لي كل الطلقات ووقع لي كل حاجه. الله كنت عايزة أخبرتك أنا في الدور. شفت؟ عشان أقول لك كانت ناقصالي تكة أموت. كنت عايزة أخبرتك أنا في الدور. تحبسني؟ يا حبيبي ده أنا خلاص. طب أنت دلوقتي بقى هلعب عادي بقى. يعني زي من غير بقى استهبال. حاول اجيبك عندي. كنت بحاول بس دلوقتي مت تاني يا عم. يا عم انت ازاي جبتها؟ انت ازاي جبتها كذا مرة ورا بعض؟ لا حاجة تجنني. ايه ده؟ مين ده؟ ما تعرفه ده؟ لا زوري زوم زوم. والله ما معاه اسلحه. يا عم اعمل له كيك. والله ما كان معايا اسلحه. ما اعرفش ايه ده، بس مش مشكله. والله العظيم ما كان معايا اسلحه. طيب يلا عادي، انا هتعود. انت الدور اللي جاي. انا مش عارف بقى اللي هيحصل. برضه معيش حاجه. يا عم ايه الظلم ده؟ معيش غير ايديا. ايه؟ معيش غير ايديا والله. شوف اهو. معكش بيك اكس؟ لا. طب استنى ما تضربش. هو عرفت اعمل. تيجي نحارب بالاكس. ماشي يلا. لا بلاش حبس. لا من غير بنا. معاك اسلحة. ازاي؟ وقعت منك اول ما انت وقت. معرفش ازاي بقى. ولا انا. حرب اكس برضه. حبيبي حرب اكس برضه. ماشي. عشان لو احنا عملناها حرب اسلحة كم مرة نقدر نعمل. تجري دي ولا حاجة.
الضرب. وبعدين تاني عشان حسبتها وجالي كارت احمر. ماشي، ما انت اللي عملت الاول، انت اللي كنت بتضربني بالشجره. طب بص، مش انت محترف؟ لا ما تبنيش. استنى، احنا مش هنضرب بعض. بص مش انت محترف؟ ايه رايك لو انا خليت الدم بتاعك واحد ضدي؟ مش انت ماشي؟ لا انت دمك واحد. طب بص، انا خليك دمك 100، بس ما تخافش. جت جت كام؟ جت مش مهم. عموما انا ضرب دقيقتين بالرشاش. لا لا ماشي سوري عشان معلش، والله العظيم انا حاجه عشان استعجلت شويه. معلش شباب، قولوا ربنا يسامحني، ربنا يسامحني، سامحني يا رب، سامحني يا رب، والله زي ما كنت اقصد. طب معلش تتحسب ليك، ما تتحسبش ليا. ماشي مكفى اصلا انت يا ابني كم مره انا عامله لك يا عم، ما اصلا دم نقص، فمعلش يعني. جت طيب. طب بص، لا انا اطلق طلقه. جت كام؟ معرفش، بس انا طب اقتلني بسرعه، اقتلني 30 اقتلني بس. الحمد لله لحقتك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت اصلا انا كنت دمشتك ولا لحقتك قبل ما الزون تمسك فيك. شفت بقى؟ طب بص انا ابعد عنها. بص، احنا نعمل حلبة مصارعة ماشي، وهنحارب بعض فيها بالاكسات. يفرق؟ ما هو اصلا بنينا على فكرة الحتة دي. لا، ما احنا بعد كده هنبدأ نخليها ضيقة، فهمتني؟ جاهز؟ استنى لما الجدران تخلص كده. يلا 1 2 3 وتشوا يلا. مشكلة ولا ممنوع الا الاول. جبتني كام يا ربي؟ انت جبتني كام؟ استنى كده اما اشوف. لا، انت جبتني 6 وانا 3. حتينا انت برضو. طب بص، طب هنلعب ده بقى عادي عادي حاجة. ماشي. لا بس من غير بونة. ليه كده يا حبيبي؟ ما ينفع. ايوه كده. ولا انت بتستهبل، انت بتستهبل، والله انت بتستهبل. مستني ايه؟ شفت وقت زمان بتستهبل في ايه يعني؟ مش فاهم. والله انت بتهزر يا انت بتهزر يا محمد، انت بتهزر والله. مش فاهم، اقسم بالله انت بتهزر. بهزر في ايه؟
طب استنى بقى، انا اجيب لك صديق باسل هيمسكك يفشخك نصين. لا مش هعمل حاجة والله. طب تعالى نخرج يا حبيبي. طب انا نشوف احنا، بص احنا قدامنا عشر بوينتات، اللي يقدر يوصل لعشرة هو الكسبان. مثلا انت سبعة وانا تلاتة، يبقى انت الكسبان عشان اصلا البوينتات عشرة لواحد بس. ماشي. استنى بقى، استنى يا فين يا فين. يعني اللي جايب فوزات اكتر جايب فوزات اكتر. لا لا يا عم، لا لا لا، اي دي ريد بيت، وريني بقى نفسك فيها. العالم، العالم المجنون. بقولك يا عم، انا هجيب شخصية بنت ماشي، وانت بنت، عشان ايه نكون باينين بنات كده. واجيب كمان المقشة ديت عشان امسح بيها دماغك، او هرسها على دماغك، او اعمل اي حاجة. وايه ده؟ بس انا غيرت كل حاجة. ايه رأيك؟ ماشي حلو. بنت وبنت. دخلنا بقى بايه؟ ايه؟ دخلنا ماب ايه بالظبط؟ اللي انت شايفها. دخلنا كده مع كذا واحد. معادي. يعني انا مش فاهم يعني. طب افرض لو ما فيش. طب افرض لو ما فيش. شفت؟ ايه ده؟ معادي عادي عادي، لو احنا دخلنا. ايه ده؟ وانا ما دخلتش ليه؟ ده انا مدخلتش. طيب اطلع يعني؟ لا انا اطلع، انا اطلع واجي تاني. ماشي هطلع من الباب واخش تاني. اطلعوا نعم. ماشي. انا مش عارف حظك جه ازاي. ايه ده كريتيف ازاي؟ مش كريتيف. طب تيجي نخش بوبي بلاي تايم. ندخل ايه؟ بوبي بوبي. انا مش بحب ادخل لما باتل بتكون، مش بحب انا ادخل لما باتل بتكون يعني. انا بحب ان احنا ندخل كرياتيف يعني، ونشوف ندخل ماب يعني زي اللي انا دخلتها لك كده. طب ما نخش بوبي بلاي تايم. مش انت بتحب الرعب؟ وهي اصلا اللعبة ديت ما اعرفهاش. بوبي. طب تعال نلعب لعبة تانية، تعال نلعب لعبة تانية. ما ندخل زي ما انت، مش انت قلت انك هتجيب واحد كده تلعب ضد يعني؟ ما نفسي اعرف انت بتحب الاثنين يعني يا دمتي، عشان انت بتقول ان انا مش عارف. باسيل. ما باسيل اصلا كان جابني كذا مرة عشان كان عاوز يوصل ليفل 14 وخلصه، عشان كان عاوز يجيب شخصية. ماشي. طب ثانية. بصوا الخطة ماشية تماما، بس لو انا عملتها بالكامل خلاص. الو الو ولا شو تاكسن ده؟ نقدر احنا الاثنين نلعبها، بس لو لقينا في ناس كتير هنخش ماب تانية. نقدر نخلي انا وانت بس. لو في حد تاني معانا يعني مش للدرجة دي.
مش فاهم برضه. ها؟ كيف نحن ندخل أنا وأنت بس؟ وأنت عم تتغدى ولا إيه؟ لا طيب ندخل انا وانت بس. انا بتاع برايفت. بس لو النت فصل عندك خلاص، النت حلو عندي. وين فصل؟ لو النت فصل عندك ومش عارف تلعب خليك هخليك تموتني، فهمتني؟ مش مشكلة اصلا، مش بيفصل. بيفصل. شفت؟ مش مشكلة. شوية بلاقي نفسي بس مقدرش اتحرك ولا اقدر اعمل اي حاجة، بس ده بس بعدها بشوية بقدر اتحرك يعني. طب بص كده، محتاج نستنى 60 سنة. شفت؟ عملتها بسرعة. عملت ايه اللي بسرعة؟ اللي هي التأرخص دي. شوف 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 شوف، انك توتي بسرعة؟ بص انا بتاعتك بطيئة يا عم. طب بص بتاعتي، بص انا بص بص انا حاطط انا زرارين بيخلوني اوتي. زرارين؟ ايوه، فانا بدوس عليهم هما الاثنين. ولا كاننا قاعدين بنعمل تحالف. وقف. معرفتش انط، معرفتش انط. طب جاهز؟ جاهز ايه؟ واحد اتنين تلاتة. طويلة. ما جاتش. اول حاجة عشان اصلا وراها فيها بيوتات مخفية. يلا، مش هتقدر تقف حتى يعني. ركز يا ركوز. ناخد اي اسلحة انا عايز. لا طب تعالى روح عند الزرار اللي هناك ده، يمكن يغلق الحاجات ويجيب لك الحاجات وتريح نفسك احسن. اوكي، حلوة الاسلحة دي، بس محتاج فيها هيل برضه. حلوة اوي الاسلحة اللي معايا. شوف ايه، وريني. معايا ده ليجندري ومعايا ده ايبك. طب بص، انا هرمي لك الحاجات اللي معايا، هرميها لك. حلوة يا لهوي، دي بتختفي، اختفت. ماشي باي، يلا هشوف. لا غيرتها بالغلط، انا معايا حاجات احسن. قالت لي حاجات. يلا واو، انت هتصوت. طب انت ليه بتاخد من هنا؟ معادي اعمل شوية كمان. بقول لك يعني انا هختار اللي انا عايزه. ما انت تقدر تختار اللي انت عايزه. انا عارف، انا اقصد سهدو انت عايز تجربه. يلا جايز. لا لسه، انا هختار حاجات يا عم. انا هنزل ماشي، انزل اللي انت عامل اللي انت عايزه تحت. انا هبنزل. السلاح ده خرافي يا جدعان، يا ده يدمر الولا. اخد ده، اخد ايه تاني معايا؟ جامد ده، سريع في البنا، صحته كويسه. جاهز؟ بس حاجه هايل بيها. ده انا معايا اهي. يلا هنزل لك. نزل، خليك جاهز، ما تصدمش. ماشي. هه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 ه
استنى 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 استنى. واحد صفر. لا البتاع دوت فاشل. طب اجيب له ايه يا ربي؟ انت بتضرب على ايه؟ بحاول اضرب. ثانية تنزل. استنى لسه قاعد بغير. ما انت شايفني من تحت يا حبيبي. اجيب ايه تاني؟ اجيب ايه تاني يا جدعان لحسن دماغي اتلخبطت. تنزل يلا وخلاص يا عم. اسكت يا عم ما تلخبطنيش بقى. استغفر الله العظيم يا رب. انا حاسس ان انا بقيت جاهز. يلا انزل لك. لسه نازل بقول له يا ابو سهل. يا لهوي يا لهوي. يا انت جبت الحاجات دي ازاي؟ استنى جيب الحاجات اللي انا بعرف العب بيها. والله هحاول اجيبك سنايبر وانت نازل. يلا لا اسكت يلا. انت اصلا قاعد بتخوم خمام. طيب يلا جاب ايه تاني يا ربي؟ خايف مني ولا ايه؟ يا عم اسكت يا عم انا مش خايف. شايفين يا جدعان؟ يا سلام الله جميل. ايه انت كان معاك ايه؟ استنى يا ربي. سكار. ايه انا جاهز لك. جاهز لي؟ كمان هو موضوع بالاحتراف يعني مش بالاسلحة. والله احلف. ولا انت شايف بالاسلحة؟ طب بص يا محمد بص ما تقتلنيش. ايه بقولك ما تضربنيش. جيبك سنايبر. هذا اللي بقى انا اوكي سكول. بقى نص احسن. اسكت. ولا من غير بانر. من غير بانر. اجيب يعني. طب جابني. ايه ده؟ دايما سنايبرات ولا ايه؟ دايما بس مش الدرجة دي. ما في الماب الجاي هيكون بالجروزة. انت بتلعب ببجي؟ اه بتلعب ببجي صح؟ سواء اصلا ما اسموش جروزة. لا حبيبي التاني لا التاني بالجروزة. جبت جروزة.
منظر حلو. هتقول السنايبر اقوى ولا البتاع؟ عايزه اجيبك سنايبر ولا ايه؟ السنايبر ازاي قوي؟ نص كوب. هيد شوت. لا انت لو خدت بالك انت مت على طول. ابو نص كوب دوت قوي تصدق؟ لا ده حاجه الموضوع ده محتوى. استنى يا انت بتلعب باس سب ماشين ومش عارف كده. ما السلاح دوت ضعيف شويه بس تعبان يا قلبي. يا حبيبي ما هي خلاص رجعت تاني. طب بقول لك ايه، هنلعب عادي. استنى بالسنايبر وبكل اسلحه عادي. الوقت لسه، الوقت خلص حبيبي. فوت كده عندك. طب استنى رجعته تاني. واو طب الحمد لله اللي هو مش عارف. الحمد لله اللي هو مش عارف. الله ده انت هتموت حته دي موته. يا نهار سويت. اهدى اوه ده تاتيلي. كويس عشان تجيبني يا حبيب قلبي. حظك حلو. نفس خالص. يا لهوي اي انت جبتني كام يا ربي؟ انت عندك كام كيل؟ ايه يا نهار ابيض. بتهزر. سلعبت لما بدأت كتير شوية. استنى بغير حاجاتي ديت. حلوة دي انا اجرب بيها ولا لا؟ استنى شوية. انت جبتني ستة. لا انا يلوي. شوف ده تلات. بيها. طب بص هي مشكلتك بقى انت مش بتعرف تلعب بيها. ما بعرفش انا اصلا. طب بص مشكلتك انا اصلا انت مش بتعرف تلعب اصلا. طب بص هتفي اتفاق اوكي. ايه بص الاتفاق اللي انت لو جبتني نص كوب يبقى انت ايه كده هتموت، يبقى انت تسيبني اموتك.
انت جبتيني نص كوب. نص كوب نص كوب. لا سيبني بقى موتك. انا قلت اهو. ايه قلت لك شفت بقى شفت مش هصور. مش فاهم. مش انت قلت لي سيبك تموتني؟ اه ماشي. بعديها ايه اللي بعده؟ لو انت جبتني ب سب ماشين جون يبقى انت كده هتموت. وبالبو يبقى انا كده ايه؟ بس بالسب ماشين جون ما تضربنيش بيه ولا انا هموتك. وكمان ال اسمه ده اجرب لي البو ما تستخدمهوش. تستخدم 3 أسلحة بس. مش بستخدم ما تستخدمش البو والأسلحة الإليميتد. حب لا اضربك كده ولا افت مسكوب يا حبيبي. ما هي لسه اصلا ما انت كده هتسيبني اموتك عشان حبيبي اصلا هي لسه مكمله لغايه لما اقول لك لغايه لما انا ما ضغط عقاب يا حبيبي. مش فاهم برضو يا ابني انت مش فاهم انا اقصد ايه مطلقا. مش فاهم انت تقصد ايه. انا اقصد ايه انت تجيبني بسلاح ولا بستخدمه. ما انا عادي انما انت لا عشان تقطع الكوره. استخدم 3 أسلحة. طب ثانية واحدة ثانية. ايه لا قول دي. طب ثانية واحدة بس. خلصت يا اخينا يا اخينا. طب بص في السماء يجيبها في عينه ولا في مناخيره ولا في شعره ولا في ودنه. ودنه فين صحيح؟ ايه ده انت سمعتني؟ سمعتني؟ يا لهوي ده سمعني يا جدعان. طب بص انا اقول لك على الحقيقة ماشي. بص الحقيقة اللي انا كنت بضحك عليك عشان اخليك تموت كذا مرة مني. هقول انا كنت عاوز اعمل كده ده عشان انت كنت محترف جدا وانا كنت عاوز اللي انا اجيبك كذا مرة عشان اصلا انا كنت عملت هاكر في الكمبيوتر وهو ما رجعش عشان كده انا عملت الفخ ده. ثانية انا هعمل نفسي ريسيت سبون اقسم علشان انا عايز اغير حاجة. عايز تغير حاجة؟ حاجة ايه؟ اسلحتك. خدت انا اسلحة. هو انت موت نفسك ازاي؟ انت سبون اوه ريسبون.
فهمت. يا حبيبي ده مش انت اللي جبتني، ده اللي اشتغلتك. نعم. شفت اشتغلتك تاني. مش فاهم انت بقى لو كده انت عادي. انا عم اشتغلك يالا. بقولك ايه؟ الاسلحة الالميتد لا. الاسلحة الالميتد لا. الالميتد. يعني ايه؟ اللي هم الجروزة والسكار وكده. كمان الشوتجانات. مش فاهم عايز اجيبك ايه؟ واحد. لا لا سيبني بقى موتك، سيبني بقى موتك عشان انت خرجت القانون. بس مش فاهم ايه الاسلحه بنفسجيه وزرقاء. طب قول لي يعني اخد اسلحتي ايه؟ مش قايل لك. طب استنى هو انت عاوز تجيبني زيك؟ لا انت عاوز تجيبني زيي؟ انت عاوز تخليني اجيبك تجيبني زيي زي ما انا بجيبك؟ عاوز انا اصلا انت مش بتجيبني. ما انا اصلا اول حاجه انا اللي هحط القوانين هنا. نعم ايوه مش انت كل مره. طيب اول حاجه خد اي سلاح انت عاوزه، ليجندري اي حاجه. انا خد انا معايا ستورم سكوت. شوف تاخد اي سلاح انت منه، حتى من اسلحه ماسك دول لو عايز تشتريهم يعني. بس لو انت معاك فلوس تشتري. انا معايا 20 كوين بس. شوف بقى. طب بص انا هشتري ده. هاخد ده. لا طب اقول لك غمض. انزل انا معيش اسلحة. انا معيش اقول معيش ليه. انزل انا بأمرك. انزل وانا بأمرك تاخد اي سلاح انت عايزه، حتى اي سلاح انت عايزه. كل اي سلاح يعني. شوف انت عايز ايه. انا اشوف انا عايز ايه. صدق كويس. بس انا عندي سر مش هقدر اقول لك عليه. عاوز تعرف هو ايه؟ ها؟ عشان جبت كل سلاح انا عايزه. شوف انت اي سلاح انت عايزه. كمان ممكن اجيب لك كده اي سلاح حلو ولا بتاخده يعني. انزل انت وانا هاجي احصلك. ماشي حاضر. بس ثانية واحدة بس عايزة غاية بيك اكس بتاعي قبل ما انت تشوف. طيب انت ايه ده؟ استنى تعمل ايه؟ مودي انا بقفل، قصدي محمد انا بقفل. انا بقفل الجهاز. بتقفل ايه؟ والله العظيم الجهاز بيتقفل مني. كمان انت ازاي بتكلمني؟ انا مش عارف. مش عارف اعمل حاجة. والله اشوف انا بيك اكس بقى. الو ايه؟ والله العظيم انا مش عارف اعمل اي حاجة. ده الجهاز بيتقفل مني. طيب ماشي. ايه ده محمد؟ ايه